السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمام الإماري والحمام والعصافير. إن شاء الله بصور لكم النهاردة اليمامة اللي اتكلمنا عليها امبارح، اللي قلت لكم دي شكلها على بيضة ومعبية. النهاردة زي ما أنا قلت لكم هبيض في ليلتها أو تاني يوم، فطلعت أكلهم النهاردة الحمد لله رب العالمين. بيضة البيضة اللي كانت عليها طبعا انت تعرفها ازاي، الحمد لله رب العالمين بالخبره برضك ومن كتر تربيتك اليمام والتجارب واللي انت تشوفها قبل ما تبيض وتشوفها بعد ما تبيض، فما شاء الله الحمد لله. قلت لكم امبارح والحمد لله المصداقيه اهي والحمد لله راقده عليها، وقبل برضك ان شاء الله ما تبيض البيضه الثانيه برضك هنصور وهنتابع ان شاء الله بامر الله. فما شاء الله بيضت اول بيضه اهي وضعتها وبرضك هوريها لكم اهي، ادي اول بيضه تحتها اهي، ادي اول بيضه تحتها اهي، دي كده اول بيضه، وادي النتايه اهي، وادي الذكر اهو لسه هطلهم اكل وميه، كلفه الحمام طبعا اللي احنا كلنا عارفينها. طبعا انا وريتكم امبارح ازاي تعرف النتايه لها بيضه او معبيه البيضه الثانيه، طبعا بتبقى بطنها وصدرها كده مليانين وتبقى ريشة يعني جناحاتها الاتنين مدلدلين كده شوية مش في مستوى جسمها الطبيعي، وبقى من عند اخر ديلها اهو كده على البيضة التانية عند اخر ديلها كده، الحتة دي بتبقى ايه قبة شوية اهي اهي. طبعا الصورة كده وضحت شوية، هي جعانة بتاكل، بتبقى صدرها مليان كده وتحس لمعدتها اكنها واكلة وشبعانة، وبطنها كده مليانة وقبت زي امبارح بالظبط، قبت ديلها اهي، قبة من ورا قبل ديلها وجناحاتها نازلة، دي كده تعرف ان النتاية معبية اذا كانت بيضة اولى او بيضة تانية. طبعا دي سهلة، دي اما تكون ايه قربت للبيض او انت مش عارف اللي هي عليها بيضة او كده. وفي برضك المسكة، بس المسكة طبعا غلط، ممكن تحط صباعك او ايدك تكسر البيضة من جوه، لا دي غلط، فانت لازم ايه تصبر عليها وتشوف. فما شاء الله زي ما انتم شايفين الحمد لله حطت البيضة الاولى كده، الذكر اهو قاعد عليها، ودي النتايه اهي، وربنا يسهل ان شاء الله لما تبيض البيضه الثانيه ايه هنصورها مع بعض. طبعا هروح نبص على الجزء الثاني اللي كان مطلع امبارح زغلول، ادي الزغلول اهو تحتيه اهو ما شاء الله، ونشوف البيضه الثانيه لسه ما شفتهاش. كده البيضه دي كده اخرت والبيضه ساعه ما فيش رقده عليها، كده البيضه دي بيتهيألي لا اما دست عليها او اتكسرت لا اما اتنت لسه مش عارفين. حطيتها على ودن اهو ما سمع اي تكتكه اللي هي الزغلول يخرج او حاجه، فالبيضه دي كده ايه شكلها فيها مشكله. طبعا سامعين الدكوره، دي الدكورة طبعا اليمام، دي بتبقى كلها زاف على النوت بتاعتها وتبقى كله بيستمع للزوف التاني تلاقي التاني زاف عليه، فبرضك مش هستعجل واكسر البيضة دي عشان احس برضك اللي هي ما شاء الله تقيلة وفيها زغلول. بصوا من حركتها ما شاء الله تقيلة وفيها زغلول، فبرضك هسيبها يوم تاني مش هستعجل عليها عشان ما مثلا ما تكونش فيها زغلول واضيعه مني مثلا يفر دم او تاخد هوا، هسيبها برضك ايه تحتها وهي كده كده لسه راقدة على الزغلول التاني فهترقد عليها. طبعا دي ممكن تكون القفص من تحت ريحت على البيضة قوي فالسلوك اللي تحت دست عليها ولا حاجة، فايه تانيت البيضة كده مش نقرة زغلول دي. طبعا وادي الزغلول ما شاء الله صحته كويسة، وتحت النتاية اهي بتأكله اهي. طبعا بص على الجزء التاني لسه طبعا لسه شايفينه امبارح لسه ما كانش فيه اي حاجه. هو لسه كان زايف عليها دلوقتي النتايه، لسه برضك ما حضروش. طبعا الذكر طالما زايف مش هيخلي النتايه طبعا ساكته، ان شاء الله هيخليها بيضه كده. نرجع للتاني للجزء اللي تايه عليها البيضه التانيه اهي، ازاي تعرف النتايه اللي عليها البيضه اهي، مش
بشكل واضح زي الشمس. طبعا الجناحات دي بتبقى في سوى الجنب بتاعها، وديلها بيبقى مظبوط وجسمها بيبقى مظبوط. لا جسمها بيزيد لما تلاقي ايه عليها البيضة، زي ما حضراتكم شايفين اهو. بكرة ان شاء الله هصور لكم برضه كم مبيض البيضة التانية. طبعا في وسط الشباب دول الفينتها شغالة، طبعا اكيد واضحة لحضراتكم في وسط الشبابات دي. ازاي ما تكون ازاي اعرف ان تام ما تكون شغاله وعايزه تفر؟ طبعا شاب، طبعا الريش والشكل العام والطوق زي الشباب دي يعني ايه تفرق كتير عن الشغاله. هي كمان بتوضح لنا تقول له كان النساء الشغاله اهي وده الشاب، فرق شاسع طبعا بين اللون والريش والحجم والطوق بتاعها. النساء شغاله واضح والطوق ده لسه ما وضحش قوي. طبعا النتاية دي اول ما تسمع زوف ذكر بتطير وتقعد تبص له وعايزه تخرج بالقفص تروح له. فازاي اعرف اذا كانت شغاله بالطريقه دي اللي هي ما بتريحش نفسها في القفص طالعه نازله، واول ما ذكر يزوف في القفص الثاني بتنها طالعه ونازله وراحه وجايه وتبص، وتيجي تبص عليها تشوف عليها كام ريشه ما عليهاش ريشه فيها كده شغاله. برضك تبص على الشوك من ورا اذا كانت مثلا موسعة مطرية كده تبقى ايه جاهزة للتكاثر. طبعا في جزء بيكسر اهو، اهو ده الجزء اللي كنت بقوله لحضراتكم بيجهزه اهو. طبعا ممكن تكون انت لسه مش جاهزة بتظبط نفسها عشان كده ايه ما بتنملوش. طالما الدكر زاف يا جماعة يبقى ان شاء الله بامر الله مش هسيبها غير مبيض زي ما حضراتكم شايفينه كده بيدنوا عامل زي الحمام اكنه بنقول الله على حصل بيدنوا ينقل الله على دماغ لحد ما مبيض. فاليمام غيرهم شوية بيقعد يجري وراها ويزوم عليها وينط فوقيها اهو زي كده برضه اهو اهو ده كده ان الدكورة زايفة. طب خلي الذكورة زايفة ازاي كده؟ لازم طبعا توفر لهم الأكل الكويس، غرفة الحمام كويسة، مية وأكل باستمرار قدامهم. في صديق برضك من أصدقاء القناة كان بيقول لي ممكن أحط لهم الأكل مرة واحدة أول ما ياكلوا أشيله. لا طبعا ما ينفعش، لازم الأكل يبقى متواجد قدامهم صبح وليل أهو زي ما حضراتكم شايفين ياكلوا والأكل قدامهم برضك إيه شبعانين. ما ينفعش اللي أنت تشيله تحط لهم مثلا شوية تشيله، لا زي ما انت بتجوع كده طول النهار ممكن تلقط اي حاجه، هما برضه كده يقعدوا شويه ويخرجوا وياكلوا ويلقطوا كده. طبعا النتا عايز اوريها لكم وبقت على اخرها اهي النتا اللي عليها البيضه اهي دي كده معبيه وقربت كده خلاص. بتقلي تصوير فيديو امبارح برضه كانت عامله زي كده بالظبط اهي. طبعا هي بتتقل كده اما تيجي ايه تبقى عليها البيضه التانيه. طبعا في اي سؤال في اي حاجه حضرتك تكتبه في التعليق ان شاء الله ايه نرد على بعض ونفيد بعض اكتر واكتر. ولو حد يحتاج رقم برضك الواتس بتاعي يقول لي هكتبه له نشاور مع بعض. في حاجه عايزه اشوفها مثلا يصورها لي ويوريها لي وان شاء الله ايه نجاوب ونديله العلاج المظبوط بامر الله. اذا كان هو عارف حاجه انا اقولها له، وانا اذا كنت انا عارف حاجه اقولها له. طبعا ايه مش هنبخل على بعض. الله والله العظيم. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. نسيت برضك اوريكم اليوم الزغلول البلدي اهو دلوقتي كبر وبيعتمد على نفسه وبدأ ياكل وبدأ يشرب لوحده ونقلته في عين لوحده. وابوه وامه حصوا اول حصواية اهو اليمام البر التاني. فانا ان شاء الله ممكن بكرة ان شاء الله اعمل فيديو عليه بضت اول بيضة اهي ان شاء الله ايه بكرة نعمل فيديو عليه. وادي الزغلول ابن امه دلوقتي بقى شقي ودلوقتي برضك سبحان الله اللي خلف زي ما بيقولوا ما ماتش برضك بيخاف جدا وبيقهرب جدا. هو دي بقى صفة فيهم او طبع فيهم في اليمام البري بالذات غير اليمام القمري خالص اللي هو يتميز بالهدوء والحنية بتاعته. قامت من على البيضة اهي دي اول بيضة اهي لسه البيضة دي متبضة امبارح ان شاء الله بامر الله تفيد البيضة التانية النهاردة برضك الليلة او بكرة
ان شاء الله برضك ايه هنصور ان شاء الله ايه هنتابع مع بعضنا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.